مشاهدينا اهلا بكم، همزه وصل جديده دوما ما نفتح بها بابا للحوار بيننا وبينكم، وبها نبدا دوما في الحديث. بدايه همزه وصل كما هو معتاد مع صحه خبر، حيث نتداول واحده من الشائعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونعمد الى تصحيحها ونشر التصويت. شائعه اليوم تناولت غرق مواقع اثريه في الاسكندريه نتيجه الطقس السيء. ومحافظة الإسكندرية ذكرت أنه غير صحيح بالمرة، وأن كافة المواقع الأثرية بالمحافظة مؤمنة بشكل كامل ضد أي تغيرات مناخية طارئة، مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى لمواجهة الطقس السيء والأمطار الغزيرة. معنا للمزيد من المعلومات الأستاذ محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح النور يا حنين. أستاذ محمد، إيه هي الاستعدادات اللي بتمارسها محافظة الإسكندرية في كل عام في مثل هذا التوقيت للحفاظ على المواقع الأثرية من التقلبات الجوية المعتادة في الإسكندرية؟ طبعا يا فندم، بحب أنوه في الأول إن لا صحة لما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من غرق أي موقع أثري. نعم، الكلام ده غير صحيح بالمرة. إحنا وزارة الآثار عاملة غرفة عمليات في إسكندرية، غرفة العمليات دي بتتابع كافة المواقع الأثرية على مدار الساعة، وبترصد أي تجمعات للمياه حول المناطق الأثرية وبتبلغ بيها غرفة العمليات بتاعة المحافظة عشان ناخده اللازم فورا. مفيش أي موقع تعرض لأي تهديد، يعني حتى في النول الكبيرة اللي كانت لسه خالص دي اللي هي الفيدر اللي صار، ما حصلش اي حاجه نهائيا في بالنسبه للمواقع الاثريه. يمكن هو الموقع الاهم الخاص بالاثار الاسلامي اللي هو قلعه قايتباي، ده موقع عند جزيره فاروس ده جوه الميه. والموقع ده كان بيتعرض السنوات اللي كانت يعني قبل كده لتجمعات مياه في السرديب الساحليه اسفل القلعه. نعم، لان السرديب الساحليه هي في مكان منخفض، فميه البحر اللي بتدخل مش الشتاء يعني. فطبعا الكلام ده كله انتهى تماما السنه دي، لان وزاره الاثار بالتنسيق مع الهيئه المصريه العامه لحمايه الشواطئ بتعمل مشروع لحواجز الامواج بتحد بقلعه قايتباي من ثلاث نواحي. نعم، السنه دي ما فيش اي مشكله حصلت، ما فيش اي تجمعات دخلت قلعه قايتباي ولا حتى في السراديب الساحليه. حاجز الامواج ده بيبعد عن الشاطئ حوالي 300 متر كاملين، يعني بيرتفع حوالين القلعه 550 متر عشان يبقى تماما تبقى المسافه ما بين حاجز الامواج وقلعه قايتباي تبقى الميه فيها يعني اكنها يعني حمام سباحه، مفيش اي حاجه، مفيش اي امواج في المكان. نعم ده. نعم، وبالتالي كده المواقع الاثريه في الاسكندريه مؤمنه بشكل جيد. انا بشكر حضرتك استاذ محمد متولي، مدير عام اثار الاسكندريه والساحل الشمالي. مشاهدينا، بنرجع لكم من صحه خبر لاكثر الاخبار المتداوله عبر الشبكه العملاقه شبكه الانترنت واكثر الاخبار شيوعا. هنروح للزميله الاء حامد اللي هتتابع هذا الأمر. إليك ألا. أهلا بك ماجدة، وكل عام وأنت بخير، وأهلا بكم أيضا مشاهدينا وكل عام وأنتم بخير. وبمناسبة قرب حلول العام الجديد 2020، تصدر موقع تويتر التغريدات القصيرة هاشتاج أو ترند، وتداولوا بشدة في ال 24 ساعة الماضية رواد الموقع هاشتاج بعنوان كلمتك للسنة الجديدة. نتعرف سويا الآن على أبرز ما تم تداوله ومجموعة من هذه التغريدات التي تحمل أمنيات للعام الجديد. أول تغريدة معنا تقول: قف على حافة ديسمبر وابتسم لسنة راحلة، وانسى من أساء إليك، واستقبل من أراد الدخول في حياتك بحب، قل للراحلين وداعا وللقادمين أهلا، اجعل السنة الراحلة نهاية لكل قصة مؤلمة، والسنة الجديدة بداية لكل عوض جميل. تغريدة أخرى أيضا تقول: أهلا وسهلا بالتجارب الجديدة والنجاحات الجديدة وتحقيق الأمنيات. مها الحربي بتقول: عندما تؤمن بنفسك ستنجح، كلمتك للسنة الجديدة. رنا بتقول: كن قويا لا يسقطك ولا ينهرك، كلامهم ابني وعش من منطقيتك وتفكيرك، عش لنفسك لا تكن عالة عليهم ليرمونك وراء الخطام لعدم الاستفادة منك. أخيرا وليس آخرا، أعطي قلبك ما يستحقه فقط، أو من أعطي قلبك لمن يستحقه فقط. أحمد بيقول: ربنا يجعلها سنة سعيدة لا تزورها أحزان أو فقد عزيز.
خالد زلط بيقول يا رب تكون سنة أفضل مما سبقتها، أقرب إلى الله تعالى وأفضل دراسيا وأخلاقيا ومعنويا. أيضا تغريدة أخرى تقول يا ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعلى الجميع يا رب. عمر بيقول لا تطلبوا من الأعوام أن تكون أفضل، بل كونوا أنتم الأفضل فيها، كونوا لأحبائكم سند وطن فرحة وكونوا لهم الحياة. أحمد أيضا هيكل بيقول أدعو الله أن تكون سنة خير علينا وأن يتغير كثير من الأمور في هذه السنة الجديدة. تغريدة قصيرة جدا تتحدث عن الأحلام الشخصية وتقول يا رب تكون سنة أحلامي. تغريدة بعنوان فرح حيث أكون، كانت السنة السابقة جميلة بإنجازاتها البسيطة وممتعة إلى حد ما، فكوني أفضل منها بكثير ونافسيها بإنجازات أعظم وأبهر. سنتي الجديدة أهلا بك وبخيرك. إذن كانت مجموعة من التغريدات التي تحمل ربما نصائح باستقبال العام الجديد أو أمنيات أيضا عامة وأمنيات شخصية لكاتبيها. مشاهدينا على أي حال كل عام وأنتم بخير، وما زلنا بالطبع معكم على مواقع التواصل الاجتماعي، والمرة القادمة سنعود إليكم على الفيسبوك لاستقبال تعليقاتكم حول موضوع الحلقة الذي نتعرف عليه مع مجدة القاضي. إليك مجدة. شكرا لك يا آلاء. سنتابع سويا موضوع الحلقة لطرحه على المشاهدين. مشاهدينا مع موضوع حلقة اليوم، فنفتح مرة أخرى النافذة على التعليم الفني. التعليم الفني في المرحلة التي نحياها هو واحد من أهم السبل للوصول بمصر إلى أن تكون دولة منافسة في مجال الصناعة بشكل حقيقي. لهذا أولت الدولة اهتمام بالتعليم الصناعي بشكل خاص. التعليم الصناعي بدأت فيه خطة متكاملة باستراتيجية بدأتها بالجامعات التكنولوجية، ومن ثم يبدأ الاهتمام أيضا بعملية التعليم الفني فيما بعد المرحلة الإعدادية. لكن ماذا عن الملامح المتكاملة لعملية التعليم الفني وتطوير المنظومة الخاصة به؟ ماذا عن أهم الركائز التي يجب أن توضع في هذه المنظومة للسير بالتعليم الفني نحو طريق إخراج أجيال جديدة متعلمة تعليم فني حقيقي وليس اسمي؟ نطرح العديد من النقاط والأسئلة في هذه الحلقة من خلال السؤال التالي الذي نرغب أن تشاركوننا إياه، والسؤال كما سوف يظهر على الشاشة الآن: كيف يسهم وضع استراتيجية موحدة للتعليم الفني في دعم خطط التنمية؟ كيف يسهم وضع استراتيجية موحدة للتعليم الفني في دعم خطط التنمية؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم الذي نرغب أن تتواصلوا معنا عبر فضاء الإنترنت وبالتأكيد همزة وصل إي جي لإبداء آرائكم. نحن في انتظار هذه الآراء، لكن دعونا نستعرض تقرير بأهم المعلومات حول موضوع الحلقة. أولا، تتجه مصر بكل طاقاتها وإمكاناتها للاهتمام بالتعليم الفني، وإيمانا منها بأنه ركيزة من ركائز التنمية الشاملة في مصر. وفي هذا الإطار أعلن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني تيفت مصر من الانتهاء من وضع استراتيجية موحدة بالتعاون مع 25 وزارة وعدد من الجهات المانحة والقطاع الخاص بهدف تغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية للتعليم الفني والتدريب المهني في مصر. الخطة الاستراتيجية تم عرضها على وزارة التربية والتعليم بغرض التنسيق في عرض الأنشطة والبرامج المختلفة بالمدارس الفنية، حيث أن الهدف هو تفعيل دور القطاع الخاص في دعم التعليم والتدريب وعمل مناهج دراسية جديدة والارتقاء بجودة البرامج المقدمة وتأهيل المدرسين والمدربين على كيفية تقديمها علميا، بالإضافة إلى دمج جهات دولية متخصصة منها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تلك الاستراتيجية. وقد تم اختيار قطاع التشييد والبناء كأول قطاع في الاستراتيجية الجديدة، حيث تم بالفعل إقامة دورات تدريبية علمية للمدربين بالتعاون مع وزارة الإسكان. برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني يسعى لتحديث وتطوير النظام العمالي من خلال منظومة إصلاح وتطوير التعليم الفني، حيث أنه برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة بتحسين تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني بما يلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة توظيف الشباب وزيادة التنافسية بما يتماشى مع تنمية الدولة
في الحاضر والمستقبل. التقرير استعرض بشكل سريع أهم النقاط اللي هتتبعها الاستراتيجية الخاصة بالدولة في عملية تطوير منظومة التعليم الفني. ماذا عن هذه الخطوات على الأرض؟ إيه اللي بالفعل ممكن نشوفه حاليا بيطبق على الأرض بالتعاون مع الجهات اللي تم ذكرها المنوطة بالاهتمام بالأمر؟ دعونا نبدأ الحوار معي عبر تقنية ماسنجر المهندس عضو اتحاد الصناعات وعضو الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة. أهلا بك يا أستاذ ياسر. أهلا بك فندم. أهلا بك. إحنا بنتكلم عن عملية تطوير التعليم الفني بشكل حقيقي، بشكل يلبي احتياجات السوق المصري ويضع مصر كما تتمنى في إطار الدول المصنعة. لازم نعرف إيه اللي بيحصل على الأرض فعلا في عملية التدريب الفعلية، والاتحاد الصناعات بيوليها اهتمام بتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة. هو مبدئيا اذا كنا بنقول ان المشروعات الصغيره هي قاطره التنميه، فاحنا انا بقول ان الاهتمام بالتعليم الفني وتخريج جيل فاهم واعي مستوعب للتكنولوجيا الحديثه في تشغيل الماكينات الحديثه اللي تعتمد في الغالب على الكمبيوتر والمايكرو بروسيسور والبي ال سي، فهي الاهتمام بالتعليم الفني هو قاطرة الصناعة في أي دولة. نعم. لأننا طبعا لما نيجي نعمل فلاش باك على التعليم الفني والصناعي من أول عهد محمد علي لما عمل أول مدرسة صناعية سميت بمدرسة العمليات وما إلى ذلك، ثم جينا في من العشرينات إلى الخمسينات حصل شيء من الاهتمام بالتعليم الصناعي وازداد الذروة في عهد الناصري لما حصل فيه اهتمام بالصناعة. كل ده ما داش التقدم المناسب والمهم ان احنا نرتقي بفني قادر على تشغيل الآلة ومستوعب للتكنولوجيا الحديثة. عظيم. لذلك يجب كما نقول ان احنا نهتم الاهتمام بالبشر قادر، ان الاهتمام الفني وتخريج فني قادر على ان هو يستوعب التكنولوجيا الحديثه اعتبره يكون صناعه تصديريه. نعم، يبقى احنا متفقين، يا باشمهندس كده بيحتاجوا الفني الماهر اللي هو حاليا اصبح عمله صعبه. ده بالتاكيد، وده مش جديد، ده منذ القدم مصر كانت بتحفل بامهر العماله اللي كانت بتصدر الى الخارج بشكل او باخر للاستفاده منها. الان اللي بيحصل من اوجه التعاون بشكل حقيقي للوصول بعمليه تدريب حقيقيه للعماله المصريه. حاليا بيتم الاهتمام بالتعليم الفني عن طريق عده اشياء. نعم. اول حاجه نتيجه ان التعليم الفني بيعتمد كليه على موازنه الدوله، وطبعا موازنه الدوله غير قادره على الوفاء بكافه الاشياء القادره على التطوير الجيد، لذلك سمح لانشاء بعض المدارس والمعاهد الفنيه ومراكز التدريب في المصانع. نعم. حيث تقوم المصانع بالصرف و الإدارة هذا العمل بإدارة كاملة بحيث أنها تستوعب بعض الخريجين في المصانع والبعض الآخر يتم تخريجه للعمل بالسوق، وبالتالي بيحصل نوع من التطوير. ولعل في مدرسة العربي من المدارس المهمة جدا والتجارب الرائدة في مصر، لذلك يجب أن يكون ويتم التوسع في الشراكة مع قطاعات الإنتاج في مدارس متخصصة في كل النواحي التكنولوجية والصناعات المختلفة. نعم. ثانيا، نعم، لا يجب الاعتماد على قبول الطلاب بنسبة الدرجات، ولكن يجب الاعتماد على كفاءة واستعداد الطالب الفني وعمل اختبار قدرات بحيث ان انا اعلم طالب عنده قدرات وعنده ميول فني ان هو يشتغل في العمل الفني. نعم. ثالثا
تغيير شكل المناهج وحذف الحشو اللي موجود في بعض المناهج. نعم. إذ أنا أدرس مادة فلسفة طالب في المعهد الصناعي أو في المدرسة الصناعية. نعم. طيب مهندس ياسر، أنت بتضع الخطوات اللي من المفترض يتم اتباعها في عملية التطوير. خليني أنتقل بهذا الحديث لكي يتسع في مساحته ومضمونه إلى الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في شؤون التعليم، على أن أعود لحضرتك مرة أخرى بالمزيد من النقاط في هذا الحوار، فتحملني أرجوك. أستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، أهلا بك. اهلا بيك، صباح الخير استاذ. صباح النور استاذ رفعت. اذا كنا بنتحدث عن عمليه تطوير التعليم الفني فهذا حديث له امد طويل وتاريخ طويل من الحديث عن ضروره تحديث التعليم الفني، ونحن نتحدث الان عن استراتيجيه تنتهجها الدوله، فبالتاكيد اللبنات الاولى لديك في عمليه التطوير. ماذا عن هذا التطوير من وجهه نظرك؟ استاذ حضرتك، عشان نعرف اهميه وخطوره هذه القضيه يجب ان نعلم ان 60% من الناجحين في الثانوية العامة بيتجهوا للتعليم الفني. 60% من الحاصلين على شهادة الشهادة الإعدادية بيتجهوا إلى التعليم الفني، والباقي بيتجه. معلش يا أستاذ رفعت، النسبة دي نسبة حديثة ولا نسبة قديمة؟ لا، قديمة. قديمة. مستمرة الآن، بل بالعكس كانت النسبة دي أكثر من كده. ومع زيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات والاتجاه إلى الثانوي العام بدأت هذه النسبة تتراجع ووصلت إلى 60%. إذن حجم وضخامة أعداد الذين يلتحقون بالتعليم الفني كبير جدا. نعم. نمرة 2، التعليم الفني هو أساس بناء أي دولة، ويمكن تجربة ألمانيا على سبيل المثال قدامنا بعد تدميرها في الحرب العالمية الثانية، قامت النهضة فيها على خريج التعليم الفني. نعم. ونتمنى أن نأخذ هذه التجربة ونطبقها بما يتمشى وطبيعة الواقع والمجتمع المصري. عظيم. مشكلة التعليم الفني حضرتك عندنا هنا مزدوجة. نمرة 1، إن التكلفة اللي مطلوبة عالية جدا لعملية التطوير. نمرة 2، لابد أن يتم جعل المدارس الفنية في كل محافظة طبيعة المناهج والتخصصات فيها مرتبطة بنشاط هذه المحافظة. عظيم. إذا فعلنا ذلك لن تتكلف الدولة كثيرا في عملية التطوير التعليم الفني. ودي لحضرتك أمثلة بسيطة متعددة. يعني اسمح لي بمقاطعة صغيرة وسأترك حضرتك تكمل حديثك. الدولة فعلا بتنتهج ده من خلال فكرة الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية، وهي فكرة تخصص كل محافظة فيما تميزت به، فيما هو الأقرب ليها، وبالتالي ده الأقرب أيضا في تعميمه في عملية التعليم. فهل ده بيتم ولا لا في عملية التعليم؟ لا، يعني ما تكون المناهج موحدة إلى حد ما في مدارس الثانوية الصناعية على المستوى القومي. أنا لما أجي لمحافظة زي محافظة دمياط على سبيل المثال، لما تكون التخصصات اللي موجودة فيها المدارس الثانوية الصناعية مركزة على صناعة الأثاث، على صناعة الأسماك، على النقل البحري، على صناعة الجبن على سبيل المثال. نعم. لما يجي الطالب أو مجموعة الطلاب في مدرسة ما، يبقى مجال التدريب الحقلي الفعلي لهم في الورش والمصانع الخاصة بالأساس في دمياط. أنا مش هيكلفني حاجة، ده بالعكس صاحب الورشة قد يعطي أجرا للطالب مقابل أنه بيتدرب عنده. وأنا كمدرسة أقدم لأصحاب هذه الورش أحدث التصميمات في صناعة الأساس، وصناعة الأساس فيها 20 تخصص من الممكن أن أنا أعمل تخصصات فيها متعددة في هذه المدرسة. نعم. لما أجي أروح ناحية محافظة الوادي الجديد، هذه التخصصات اللي في دمياط ما تنفعش في الوادي الجديد، لأن المنتج في الوادي الجديد أنا عندي نخيل وعندي زيتون وعندي بلح، ومن ثاني صناعة البلح وتجويده، النخيل وصناعة خشب كونتر وخلافه، وصناعة الزيتون، ده كله يبقى التخصصات اللي موجودة في المدرسة الفنية مرتبطة
بنشاط هذه المحافظة. إذا مجال التدريب هنا متوفر وده شكل ده الطبيعي والمنطقي جدا بالضبط. من المفترض أنه يمارس. أنا بشكر حضرتك أستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم مسؤول ملف التعليم على المداخلة. عودة أخرى مرة أخرى للمهندس ياسر سعيد عضو اتحاد الصناعات وعضو الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة. أستاذ ياسر ما زلت معي؟ أستاذ ياسر طيب احنا كده تعرفنا على اهم النقاط اللي تحتاجها منظومه التعليم الفني في مصر من وجهه نظر حضرتك. ملف التنفيذ في عمليه تطوير التعليم الفني واقفه فين؟ والله هو استكمالا للنقطه اللي اثرها الاستاذ رفعت وهو المحافظات فيها صناعات معينه. انا بقول ان هي حاجه اسمها الصناعات البيئيه اللي موجوده في محافظات مصر، لذلك يجب الاهتمام وتطوير المناهج التعليمية بما يخدم الصناعات البيئية الموجودة في كل محافظة من محافظات مصر، وبالتالي هيتم إتاحة التدريب العملي للطالب وهو أساس التخريج فني متخصص فاهم مستوعب للآلات والمعدات وكيفية إدارتها. على سبيل المثال في اتفاقية مبارك كول لما اتعملت سنة 91 كان الغرض منها بيعتمد على المكان والتدريب، ولذلك تم عمل مدرستين في 10 وفي 6 أكتوبر على أساس أن يتم الدراسة النظرية بالمدرسة وبالتالي يتم النظام الدراسة العملية والتدريب العملي بالمصانع. لذلك كان الخريج لحد ما كان مستوعب الآلة ومستوعب التشغيل ومستوعب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل. ويدورني التجربة برضو رائدة المدارس الإيطالية بوسكو بتعتمد اعتماد كلي على التدريب العملي للطالب في الدراسة الفنية وبالتالي يطلع الطالب عارف فاميليار بالنسبه للآلة يقدر يشغلها على وعي كامل بفكره ايه هو اللي بيتعامل معاه، ده مش متلقيك كتعليم نظري. مهندس ياسر سعيد عضو اتحاد الصناعات وعضو الغرفه الالمانيه العربيه للصناعه والتجاره، انا بشكر حضرتك على هذه المداخله، بشكر ايضا ما اتحته لنا من وقت وتحملك لنا. بينضم الى هذا الحوار ايضا معنا المهندس نهاد علي مدير صيانه باحدى الشركات العالميه، سينضم الينا حالا الأستاذ نهاد. أستاذ نهاد أنت معي؟ أستاذ نهاد السلام عليكم. عليكم السلام. مهندس نهاد علي أنت تعمل كمدير صيانة بإحدى الشركات العالمية ولك تجربة مع التعليم الفني وصولا للمرحلة الحالية من عملك. أنا عايز حضرتك تقول لي ما واجهته في هذه التجربة على اختلاف مراحلها إن كنت تستطيع، لأنها تجربة تستحق الوقوف أمامها. تمام. تحياتي طبعا لحضرتك ولضيوفك الكرام. نعم. حضرتك بعض الصعوبات اللي بتواجه التعليم الفني منذ البدء من في المراحل المدرسه الثانويه اللي هي نظام 3 سنين او 5 سنين او مبارك كل حاليا. نعم. كميه المعلومات اللي بنبدا ندرسها في الفتره دي بتبقى متخصصه اكتر في الجزء التكنيكال اكتر منه ان احنا بندرس مثلا الانجليش مثلا كتخصص او الرياضيات احنا بنبدا نحتاجها في المرحله اللي بعدها. انت محتاج كنت تدرسها عملي ده اللي انا فهمته. ايوه يا فندم تمام مظبوط كده. حضرتك اللي بيبقى موجود في التعليم اللي هو الفني وبيبقى عنده طموح ان هو يبدا يكمل الكارير بتاعه عشان يقدر يوصل بتقابله صعوبات كتير. مثلا على سبيل المثال لما بيبدا يطلع ان هو عايز في طموحه دوت ان هو جاب درجات مميزه وعايز يطلع هندسه ما بيقدرش يخلص يطلع من الثانوي او مبارك كل هندسه دايركت، لازم بياخد باي باس في النص. لازم يخش معهد سنتين. وحتى لو اتميز في المعهد السنتين دوت بيحتاج منه ان هو يجيب مجموع كويس فوق الجيد جدا طبعا. بلس ان في بعض المواد اللي هي اوريدي ما بناخدهاش خالص في التعليم الفني او في المعاهد الفنيه اللي بنحتاجها دايما في كليات الهندسه. وده بيبقى ينتج عنه ايه المواد دي يا باشمهندس؟ اقول لحضرتك يا فندم يعني مثلا الفيزياء احنا ما فيش اي حاجه عنها بتتاخد في التعليم الفني. الكيمياء الرياضيات
واحد واثنين زي ما احنا كنا بنقول عليها. الانجليش طبعا as a technical ده ما اوريدي خالص، اي تعليم فني بيبقى طالع المستوى الانجليش بتاعه صعب جدا، بيتواجه طبعا بصعوبات في دراسه، بس دراسه ضعيفه للغه الانجليزيه. ايوه تمام كده، بس تبقى ان انا عايز انجح فقط لا غير، مش ان انا احافظ على المستوى دوت او ان انا اتعامل اللي انا هاخده. طب يا باشمهندس معلش، سؤال على الناحيه الثانيه برضو، انا عايز افهم منك كل الجوانب اصلي. ايه المواد اللي درستها وما استفدتش منها خالص؟ لا هو حضرتك كل المواد اللي احنا درسناها احنا استفدنا منها فعلا. جميل جميل. يعني فعلا المواد اللي اتدرست اتطبقت فعلا. بس طبعا ده بيرجع لعامل مؤثر جدا وهو المدرس اللي بيقوم بتدريس الماده وبيعمل لها اسقاط على الحياه العمليه. عظيم. لان لو المدرس مش اوير بالموضوع دوت هيدرس الماده ان انا بدرس لك ماده عشان تنجح، انما بيبقى في 80 في طالب تعليم هو ميكانيكا مثلا، هو بيدرس بيديني مثال حي، انا ببقى اوريدي طالع فاهم انا عاوز اعمل ايه او انا هستفاد ايه في الحياه العمليه بتاعتي. نعم. يبقى انت كده حضرتك بتحدد ان في مناطق في عمليه التعليم الفني او امام انه فعلا قادر ان هو يجتاز التعليم الفني والمهاره المطلوب. طيب اثناء عمليه الدراسه في كليات الهندسه او في كليات المناظره، لو حد اختار واحده اخرى من كليات التكنولوجيا المتاحه دلوقتي، هل في مشاكل ثانيه بتقابل الدارس الخارج من التعليم الفني؟ زي ايه؟ حضرتك بتبقى في مشكله ضخمه او في اعدادي، طبعا في اعدادي هندسه لو حصل ان الدكتور مثلا وهو بيشرح في وسط المحاضره وحد بيطرح سؤال، ده طبيعي طبعا، فبيميز يعني حضرتك مثلا الموضوع ده اتعرض ليه اكتر من واحد من زمايلنا، اول سؤال بيتكلم الدكتور في الرد بتاعه بيقول له انت تعليم فني؟ يقول له اه، يقول له خلاص اقعد ساكت. فانا برضو دوت في جزء من الرقه اتمنى ما تكونش موجوده. ده مش تفرقه، ده تنمر، ويعني ده سلوك احنا رافضينه وبنرجو انه يتم الانتباه ليه في كافة الكليات الجامعية اللي بتتلقى التعليم الفني، لأن دي أولى العقبات فعلا اللي بتقف أمام التعليم الفني، سواء عشان يكمل في صورة المجتمع أو في التعليم العالي بعد لما برضو حضرتك على النقيض، في بعض الدكاترة لما بيلاحظوا الفرق الضخم طبعا بين اللي طالع من تعليم فني واللي طالع من ثانوية عامة، لأن طبعا درس الفيزياء والكيمياء والانجليزي، ده طبعا مستواه بيبقى طالع اوريدي جاهز ان هو يبدا ياخد التعليم في اعدادي هندسه. التعليم الفني بيبقى عنده بعض الشورتج في حاجات كتير، بعض الدكاتره بيبداوا يجمعوا الناس ويبدا يديهم سيكشن بيمهد له هو هيواجه ايه وايه المواد اللي عايزها ويبدا يدرس ايه، ده طبعا مشكورين طبعا. فده شيء كويس، احنا بنشوف الجزء السلبي والجزء الايجابي طبعا. بلس بقى ان حضرتك في بعد ده هي الصدمه الاولى للتعليم الفني هي اعدادي، من بدايه اولى هندسه بيبقى خلاص اوريدي عرف ايه اللي بيواجهه وعرف يتاقلم مع الوضع الجديد. طيب السؤال بقى المهم يا باشمهندس، في الحياه العمليه في الخروج للحياه العمليه، هل الفيصل هنا انت كنت تعليم فني وبعدين التحقت بالجامعه، ولا الفيصل هنا الكفاءه والمهاره من خلال خبرتك وتجربتك؟ وده سؤالي الاخير ليك. الفيصل هو المهاره اللي موجود عليها الخريج لكليه الهندسه او الكليه اللي متخرج منها التعليم الفني او الثانويه العامه. عظيم. انا بشكر حضرتك على مداخلتك لانها كانت قيمه وفي صميم حلقه النهارده، لانها رصدت اهم المشكلات اللي بتواجه التعليم الفني كتعليم فني وفي الانتقال من التعليم الفني للتعليم المؤهل للانتقال الحياه العمليه بقى بشكل افضل كدخول الكليات الهندسيه او كليات التكنولوجيه. كل التوفيق لحضرتك مهندس نهاد علي، مدير صيانه باحدى الشركات العالميه، شكرا على مشاركتك لتجربتك معنا. دعونا مشاهدينا ننتقل لاراء المشاهدين في الشارع على ان نعود لكم من جديد. واحد لو دخل تعليم فني ممكن يدخل على كليه هندسه وبمجموع اقل،
بس احنا عندنا فوبيا من الثانويه العامه، مع ان هي بتبقى عبء جامد جدا على الاسره. بعدين انا درست حاجه اسمها نظريه جون هولاند. جون هولاند مقسم الناس لست اهتمامات مهنيه، لو كل واحد اتبع الاهتمام المهني اللي يخصه هيسعد نفسه وهينتج في شغله. طبعا بيسهم بالايجاب، لان الدوله بتحتاج دلوقتي للتنميه في كافه المشروعات، فلو احنا اهتمينا بالتعليم الفني والصناعي مش هنحتاج لشركات اجنبيه تقوم بتطوير المنشات الحيويه في الدوله. التعليم الفني دوره ما يقلش عن التعليم الجامعي في اي شيء، بل بالعكس، في بالنسبه للصناعات المتخصصه هنلاقي ان هو في اوقات كتير اهم من التعليم الجامعي. وحضرتك في بروتوكولات بتتقدم بره، انا كنت قريت او سمعت حاجه زي كده، ان الشركات اللي هي بتبقى متخصصه في صناعات معينه بتقدم دعم للمدارس والمعاهد الفنيه بحيث ان هي تطلع من نوادر يعني كوادر متعلمه كويس معاها الاسس العلميه اللي يقدروا يشتغلوا بيها. التعليم الفني ده يعتبر من عامل السيف البلد ومن دعم البلد واقتصاد البلد طبعا، ان احنا يبقى عندنا نشأ في التعليم الفني عشان نقوم مصانع ونقوم كل المشاريع اللي سيادة الرئيس بافتتاحها اليومين دول. كل دول يعني مش شرط يبقى الموضوع مهندس، من المهندس قائم على المساعد اللي معاه او العامل اللي معاه، لازم يبقى كله طبعا ان شاء الله منظومه واحده. المفروض ان احنا ننشر حملات توعيه عن اهميه التعليم الفني، على اساس ان اللي عنده حرفه او حاجه يتوجه للتعليم الفني اولى. دي كانت اهم اراء المتابعين من جمهور الشارع المصري، واللي فيها اضافه للحديث السابق على ما ينقص التعليم الفني وعمليه تطويره بشكل عام. دعونا نكمل هذه الاراء بالانتقال لآلاء حامد من جديد ونسال آلاء ماذا لديها. أهلا بك ماجدة مرة أخرى، أهلا بكم أيضا مشاهدينا. كما جاءت أراء المواطنين في الشارع تؤكد على أهمية التعليم الفني ودوره الهام في التقدم والرقي بمستقبل مصر، وجاءت أيضا أراء الضيوف الكرام عبر الهاتف تضيف المقترحات والملاحظات لتطوير التعليم الفني. جاءت أيضا أراء مشاهدينا عبر صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التي تثري هذه الحلقة من خلال تقديم أيضا عدد من المقترحات نتعرف عليها سويا. الآن أحمد المصري له تعليق يقول فيه: علشان نهتم بالتعليم الفني لازم الخريج يرتبط بسوق العمل ويكون فيه مصانع بجوار المدارس الفنية والطلبة اللي تتخرج تلتحق بالعمل مباشرة. محمود الضو بيقول: نعم يسهم ارتقاء وضع استراتيجية موحدة لتطوير التعليم الفني في دعم خطط التنمية المستقبلية من متطلبات الصناعة والإنتاج بجودة قومية مع والتصدير وتوفير عمالة ماهرة مصرية. محمد عكاشة له تعليق يقول في: التنمية لن تحدث إلا بالاهتمام بالصناعة وزيادة معدل الإنتاج، وبالتالي تكمن أهمية التعليم الفني تحتية هامة للغاية في الارتقاء بالمستوى العلمي الفني الصناعي كأول لبنة على طريق الثورة الصناعية المنشودة. تعليق آخر أيضا يقول: لا يمكن نجاح أي تنمية في مجال التعليم الفني إلا إذا توافق التدريس مع احتياجات سوق العمل، ومن الممكن للدولة أن تتعاقد مع رجال الأعمال بكافة المجالات على أن يكون هناك تدريب فعلي داخل المصانع، وعلى أن يقوم المصنع بتعيين المتدربين بعد الانتهاء من الدخول. في مجمل اهتمام الدولة ممثلة القيادة السياسية والحكومة بقضية التعليم الفني والتدريب نقطة تحول في هذا الملف، فهو أحد أهم الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام بكل مهنة لتخفيف أزمة حدة البطالة وتشجيع الشباب على الاتجاه نحو سوق العمل. نبيل سليمان صابر يقول: ضمان للطالب بعد التخرج أن يجد تكليف له بالعمل مثل المعاهد الفنية الصحية وغير ذلك. إذن مشاهدينا كانت هذه مجموعة من الآراء التي وردت إلينا، نشكركم بالطبع على تواصلكم معنا عبر صفحة البرنامج، ونعود لاستكمال النقاش مرة أخرى عبر الهاتف أو الماسنجر مع ماجدة القاضي. إليك ماجدة. شكرا لك آلاء من جديد على ما قدمته من عون طوال هذه الحلقة في همزة وصل. دعونا نعود مرة أخرى إلى الحوار مع ضيوفنا الكرام. معنا عبر تقنية ماسنجر من جديد المهندس ياسين شعلان، منسق المشروعات والبحوث والتطوير بمجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. أهلا بك يا باشمهندس. أستاذ ياسين، إحنا هنا بنتكلم عن عملية تطوير التعليم الفني، وإن الدولة بتستعد من جديد لخطة متكاملة الأرجاء تجمع ما بين تطوير المادة وعملية التدريب على الأرض. ماذا أو كيف ترى هذا الأمر في عملية التدريب الفعلية اللي هي المكون الحقيقي للتعليم الفني؟
طبعا انا بشكر حضرتك على الاستضافه في البرنامج. حضرتك ذكرت يمكن نقطتين، الماده والتدريب. يعني حضرتك ليه في حتى الزميل اللي قبليه في المداخله حضرتك سالتي سؤال ان هل التطوير في المناهج نفسها ولا فرضتها بالتدريب او بالمهاره بتاعت الفن يعني في سوق العمل. نعم. هو اختار واحده، انا اختار الاثنين، يعني الاثنين مهمين جدا. اول حاجه طبعا احنا عندنا المناهج، يعني احنا مش هنخترع العجله طبعا، يعني احنا في برامج كتير. يمكن حتى الحكومه لما اعلنت في 2019 والخطه بتاعت 2021 و2022 لتطوير التعليم كان من ضمنها حاجه يمكن احنا فعليا بنعملها هنا في الاكاديميه، وهي الاعتماد على البرامج الدوليه لتطوير المناهج. وحصل لحضرتك يمكن مفارقه، احنا اوريدي شغالين بناخد واخدين اعتماد يعني من احدى الجهات البريطانيه في تطوير يعني مش في تطوير المناهج، لا في المناهج نفسها. احنا بندرس منهج بيدرس في انجلترا بس بندرسه هنا، منهج جاي من بره يعني. احنا كان بالنسبه لنا طبعا الكلام مواكب جدا طبعا للتكنولوجي، ويعني حاجه بقى جايه من انجلترا جاهزه، يعني اللي هي الدبلوم فور المتوسط اللي هو بيسموه لمستوى خامس في الشهاده ديت. اكتشفنا يعني في عز ما احنا شايفين ان المناهج قد ايه كانت متطوره، ان هم جم في 2017 عدلوا المناهج تاني من اول وجديد. يعني اللي هم شافوها انها مش مواكبه قوي كمان لسوق العمل، قعدوا مع الشركات العالميه وحطوا مناهج من اول وجديد. اللي هو احنا كنا شايفينها يعني طبعا حاجه يعني اخر حاجه كانت موجوده. طبعا لما قعدوا سماها حتى ريجوليتد او يعني اعاده تهذيب المناهج، لما قعد مع الشركات العالميه بدا يحط حاجات خلاص، يعني ان هو ازاي يعد الفني مش مجرد ان هو واحد كمان شغال بايده، لا ده كمان بيعده ان هو ازاي يكون مواكب السوق، ازاي لما يعمل تصميم لحاجه يواكب المتطلبات بتاعه المستعمل او المستهلك في السوق، ازاي يقدر ان هو يعمل مثلا دراسه جدوى، يحط مثلا دراسه جدوى مثلا او يختار مشروع او يعمل تقييم لمشروع صغير هو بيعمله. فطبعا في يعني ده من ناحيه المناهج او تطوير المناهج نفسها. طب احنا جبنا المناهج من بره، طيب ازاي بقى نواكب او ان يبقى فيه زي عارفين طبعا برامج التدريب المزدوج اللي اتعملت مدرسه داخل مصنع او مصنع داخل مدرسه. احنا في الاكاديميه حتى كنا في منتدى التعليم الفني بيعملوا كل سنه ناقشنا الموضوع ده، وقال هو نعمل مدرسه داخل مصنع او مصنع داخل مدرسه. موضوع مدرسه داخل مصنع كان اسيء استغلاله شويه لحد ما، يعني ان كان طبعا ان بيستخدم يعني بيعتمد ان الولد دوت اللي عنده دوت بياخد مرتب بسيط جدا، فساعات كان بيستغلهم في بعض الاعمال المتدنيه شويه مثلا في النظافه او كده جوه المكان المصنع دوت. فدي كانت احد السلبيات اللي كانت في التجربه دي. فاحنا حتى بصينا ان في ممكن تجربه بالعكس بقى، ان يبقى المصنع داخل المدرسه ويتم يعني بعد هو طبعا الخريج او الولد اللي بيشتغل ان هو نقل له المكن وقال له الحاجه ديت ويبدا يشتغل او يطلع منتجات بسيطه، وطبعا بعد ما يتخرج يبقى هو اخذ حد جاهز على مثلا على تشغيل المنتج دوت او على تشغيل المكنه ديت يبدا ان هو يخدمه. طبعا الربط برضه ما بين يعني عذرا لمقاطعتك، ولكن حضرتك بتقولي حاجه ولا اه يا باشمهندس؟ يعني عذرا، هي فكره مصنع داخل مدرسه او مدرسه داخل مصنع، الاثنين عايزين نوع ما من انواع الرقابه لضمان حق العاملين المتعلمين ايا كانت بقى وضعيتهم. اتفضلي. بالظبط كده، الاثنين طبعا محتاجين رقابه طبعا الاول على يمكن حته برامج الجوده حتى في الاشراف على التعليم نفسها، ده لازم يكون فيه يعني نحتاج اشراف طبعا من وزاره التعليم او ما يتبع عليها وزاره التعليم الفني على المناهج او على تطبيق الجوده في المناهج ديت. وطبعا زي ما قلت في برامج جاهزه كتير جدا بتدرس سواء في تدريس المناهج ديت او الاشراف على رقابه على المناهج ديت. نعم نعم، انا بشكر حضرتك مهندس ياسين شعلان منسق المشروعات والبحوث والتطوير بمجمع خدمه الصناعه بالاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، وعذرا لضيق الوقت كنت عايزه اتساءل في العديد من النقاط، لكن بالتاكيد سيكون لهذا محل حديث. شكرا لك يا باشمهندس. ربما هنا الحالة منظومة تطوير التعليم الفني، الحكومة خطة وتنتظر التطبيق على الأرض. المختصين والعاملين يؤكدون على ضرورة ربط التعليم الفني بالواقع، وضرورة التدريب، وضرورة التخصص، وضرورة تغيير النظرة الذهنية الموجودة لدى المجتمع عن التعليم الفني، خاصة كما ذكر لنا أن 60% من خريجي المدارس الإعدادية يتجهون إلى التعليم الفني، وهو أمر ينطبق على عدد دول كبير جدا في العالم من التي استطاعت أن تلحق بركب التقدم بشكل حقيقي. التعليم الفني قاطرة حقيقية وليس مجرد كلام للوصول للمستقبل ولمهن حقيقية شديدة الأهمية. في هذه الحلقة لم يتبقى الكتلات.
كيف ترى أهم الإنجازات التي حققتها مصر في عام 2019؟ كيف ترى أهم الإنجازات التي حققتها مصر في عام 2019؟ غدا نتحدث عن حصاد 2019 قبل الدخول في عام جديد. أعاده الله على الجميع بالخير والسلام. مشاهدينا، إلى أن نلقاكم، لكم منا التحية.